شباب ذولا احنا شعب النفط، واحنا يمكن في منتصف القرن 21 اغنى بلد بالعالم، بعدنا نلبس بارات حتى الكل شوي عمو الكل العالم والكل الحكام اللي يقولون اجينا دا نخدم العراق، احنا في نهاية 2020 وشعبنا يلبس قنادر بارات. ليش حمودي يلبس بارات؟ ابو حمودي يلبس بارات؟ هيك وصلنا لهذا المستوى احنا وذولا الوليدات الشباب اللي المفروض الان اكو قانون يكفلهم واكو قانون يرعاهم. بنهاية 2020 شعب يلبس بارات؟ اريد البرلمان يسولف، اريد ذولا اللي كل واحد لسانه هالطول لما يحكي بحقوق الناس وفلوس النفط وخيرات العراق والمنافذ الحدودية والفوسفات والكبريت والمعادن واليورانيوم وكل الخيرات، وبعدنا نلبس بارات. وشوفوا هذا الوليد وهذا الوليد ياخذونهن ويغسلوهن، وولد المسخمات ولد الشهداء ولد الفقرة تلبس بارات. يا برلمان يا حكومة يا مسؤول يا رجال دين يا أصحاب قرار، كلكم تدرون، كلكم تعرفون، وكلكم تدرون اللي يصير بهذا البلد. وهذه الصورة ما أنا صنعتها، هذا الواقع.